كل بالتأكيد عايز يعرف إيه اللي بيتكتب على الأهلي في صفحات التواصل الاجتماعي وأيضا كمان بيجات المواقع الرياضية بخصوص النادي الأهلي في هذه الفترة. نبدأ ترند الأهلي وحساب المصري الرياضي وبيتكلم على حمدي فتحي. بدأت كلامي وأنا بتكلم على حمدي فتحي، محتاجين الفترة الجاية نطمن عليه هو ومحمود متولي، لكن المصري الرياضي رايح بينا في سكة إن حمدي فتحي بيشعل أزمة كبيرة بين الأهلي ومنتخب مصر. قالوا وفقا لمصدر إن في تضارب في التصريحات ما بين الجهاز الطبي للمنتخب حول إصابة حمدي فتحي وبين الحالة الفعلية للاعب بعدما خضع للكشف الطبي في الأهلي عقب انضمامه للتدريبات. الخبر اللي قدامي بيقول إن دكتور محمد أبو عبلة أو دكتور محمد أبو عبلة طبيب المنتخب قال إن حمدي فتحي يمكن عنده معاناة أو بيعاني من بعض الإجهاد العضلي، محتاج أسبوع راحة، ولكن بعد إجراء الكشف الطبي عليه من الجهاز الطبي للنادي الأهلي ومرور أسبوع حالة حمدي لم تتحسن، فبالتالي لسه محتاج فترة تانية عشان يعني يشفى من الإجهاد العضلي اللي موجود فيه، وبالتالي هيخضع اللاعب كمان لاختبار طبي خلال الفترة اللي جاية. أعتقد الأشعة بنسبة كبيرة هي اللي هتكون فاصلة في مسألة إصابة حمدي فتحي، لكن على المستوى الشخصي بتمنى بإذن الله إن ما تكونش في إصابة عضلية تبعد حمدي لفترة طويلة من المباريات. وللأسف احيانا بتيجي لعيبه الاهلي من مباريات المنتخب او تدريبات المنتخب بحس ان في اصابات عضليه نتيجه ان المران في المنتخب او التدريبات في المنتخب ما بتكونش بنفس الاحمال البدنيه اللي جاي بيها اللاعب من تدريبات النادي، وده بيتسبب في اصابات عضليه. لو بيحصل تنسيق اعتقد الامور دي هتفيد المنتخب وهتفيد النادي الاهلي. اتمنى جهاز المنتخب يشتغل على الجزئيه دي ويعرف كل لاعب جاي له الحمل البدني اللي كان شغال عليه، وده اللي كان الأهلي اشتغل عليه الفترة اللي فاتت وما خلاش ياسر إبراهيم ينضم للمنتخب، لأنه كان ممكن جدا يتعرض لإصابة بنفس الشكل اللي تعرض بيها محمود متولي واللي حاليا تعرض ليها حمدي فتحي. طيب كورة بلس بيتكلم على إن في قرار من اتحاد الكورة بإقامة جميع مباريات الكأس بتقنية الفي آر يوم السبت والحد اللي جاي في دور الثمانية. ده كلام مهم جدا بالنسبة لكأس مصر في الموسم القديم، هتتلعب مباريات السبت والحد في دور الثمانية بتقنية الفي آر، وده شيء كويس جدا حتى لو كانت في مباراة منهم اتلعبت قبل كده بدون تقنية الفي آر، مش هيأثر على أي شيء هذا القرار. حساب بطولات واخد تصريحات مهمة جدا لوكيلة بيرسي تاو واللي اتكلمت فيه وحسمت موقف تاو من الرحيل عن الأهلي بعد تصريحات هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا. وكيلة بيرسي تاو في تصريحاتها لكيك أوف الجنوب إفريقية، هي صحيفة في جنوب إفريقيا، قالت فيها بيرسي تاو لديه عقد في الوقت الحالي، أكيد بيتلقى عروض، ولكن اللاعب مستمر في الأهلي وبيحظى باحترام الجميع داخل النادي الأهلي، واللاعب أيضا سعيد بمواصلة المشوار مع النادي الأهلي. أكيد العروض ستنهال على بيرسي تاو كل فترة، ولكن طالما اللاعب يشعر بالسعادة وطالما الأمور جيدة داخل النادي الأهلي وهذا ما يعتمد عليه ويريده في النهاية، وبالتالي عليه أن يركز ولا يزال عقده مستمر مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. أعتقد تصريحات وكيلة بيرسي تاو حسمت الأمر، لأن اللاعب حتى على المستوى الشخصي لما بنشوفه مع النادي الأهلي مبتسم، عمل نيولوك جديد، عايز يكمل وينجح مع النادي الأهلي، لأن لو رحل في التوقيت الحالي هو بيعتبر ده فشل ليه بنسبة كبيرة، خاصة أن تجربته في الدوري الإنجليزي لم تنجح تحديدا مع برايتون في الفترة السابقة. حساب الوطن سبورت بيتكلموا على انتقالات يناير، ميركاتو الشتاء بدأ مبكرا عبر المواقع الرياضية والسوشيال ميديا، بيقولوا إدارة الأهلي تطالب كولر بمراقبة بوبو ونيدفيد. الكلام في مصادر الوطن سبورت بيقولوا أن لجنة التخطيط أوصت برئاسة الكابتن محسن صالح في دخول مفاوضات جديدة، يعني النادي الأهلي يدخل في مفاوضات جديدة مع محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر اللي كان فيه مفاوضات معاه في الفترة السابقة ولم تنجح أو لم يستكمل الأهلي هذا الأمر واستمر بنفس التشكيلة اللي معاه ولم يضم أكتر من 3 لاعبين. كمان في توصية بعودة كريم نيدفيد، كريم نيدفيد معار إلى فيوتشر، ولكن الفكرة في حد ذاتها طبقا للخبر اللي موجود إن هو يرجع في يناير ما يستكملش فترة الإعارة نظرا لأن هو ماشي بشكل كويس وما يكملش فترة إعارة أو ما يتمش تمديد الإعارة ليه بعد الميركاتو الصيفي. طبعا الكلام كله سابق لأوانه وكلها يعني أنا شايفها اجتهادات شخصية من بعض الزملاء، لأن حتى اللحظة دي مارسيل كولر لم يحدد احتياجاته بشكل رسمي، لأن الموسم أصلا
لم يبدأ عشان نبدأ نحدد احتياجاتنا في الفترة اللي جاية. ما لعبناش غير ثلاث مباريات في الدوري ومباراتين في إفريقيا، فلسه قدامنا كمان حوالي أسبوعين ثلاثة أو شهر على ما يبدأ كولر يتكلم في احتياجات ميركاتو الشتاء.